بعد تقلص تأثير تنظيم داعش في العراق والشام وتوجه مقاتليها نحو مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، يبحث عديد الخبراء الأمنيين خلال مؤتمر دولي ينظمه المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل عن مستقبل الأمن والتعايش في المنطقة. واضح أنه نشهد المنطقة تحول واسع تحديدا بعد الهزيمة العسكرية وتصفية آخر معاقل داعش في سوريا، لكن هذا التصفية العسكرية لهذا المعاقل يقول أنه المعركة انتقلت إلى فضاء أوسع وتحدي بشكل مختلف. الآن المعركة تشهد بعدين أمني وسياسي يتعلق بكيفية التعامل مع تداعيات الهزيمة المباشرة لداعش، تغيير استراتيجية الحرب على الإرهاب والخشية تحديدا من سيولة حركة مقاتلي داعش المنهزمين. تحالف حتى بين مختلف التنظيمات الإرهابية يعني على الساحة، من بوكو حرام، من القاعدة، من داعش وغيرها، وهذا يخلينا باش نكونوا يعني منتبهين وتكون نطوروا في الاستراتيجية الأمنية متاعنا. صحيح هناك خطر موجود، ولكن بفضل يقظة كيف ما قلت الوحدات الأمنية والعسكرية لابد باش يقع التفطن والحد من تأثيره، ويكفي الإشارة إلى ما قامت به الوحدات الأمنية في الفترة الأخيرة من عمليات استباقية، وهذا هام جدا. انتقلت القوات الأمنية والعسكرية من كما نقولوا احنا العمليات الملاحقة إلى العمليات الاستباقية، واللي تمكنت بفضلها من القضاء على عدة عناصر في عمليتين نوعيتين. الأولى كانت في شهر جان في 2019 في جلمة، تم القوات الأمن الوطني قضت على عنصرين إرهابيين، ثم وحدات الحرس الوطني تمكنت من القضاء على ثلاثة عناصر خلال عملية نوعية في شهر مارس الفارط، من بينهم أمير كتيبة جند الخلافة. ويرى مراقبون أن كل توتر أمني في دول الجوار له تداعيات مباشرة على تونس، خاصة على المستوى الأمني وإمكانية لجوء الإرهابيين إلى تونس في صورة محاصرتهم في ليبيا. ما يصير في الجزائر وما قاعد يصير في ليبيا احنا يجعلنا نكونوا احنا حذرين ومهتمين بالموضوع ومتابعين للموضوع هذا. مؤسستين الامنيه والعسكريه بالطبع معناها البرامجها ومخططاتها تتطور على ضوء التطورات اللي تشهدها المنطقه سواء على الحدود الشرقيه او الغربيه، واحنا نعمل معناها بتنسيق يومي بين الوحدات الامنيه والعسكريه حد من المخاطر. أولا ربما تسلل العناصر الإرهابية من الحدود الليبية، ونفس الشيء بالنسبة لحدودنا الشرقية مع الشقيقة الجزائر، اللي هو في الواقع فما تنسيق وتعاون وثيق مع الجارة الجزائر فيما يتعلق بالتبادل المعلومات، وهذا أعتقد هام وهام جدا للحد من التأثير هذه العناصر. وتسعى كل من القوات الأمنية والعسكرية التونسية إلى البحث في تقنية واستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب والاعتماد خاصة على العمليات الاستباقية في قراءة استشرافية لتحركات الإرهابيين.